الزائر لمبنى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي لزارة قبل ويزور الحين يشوف فرق كبير في كل الخدمات المقدمة. طبعا في السابق يومي الواحد يشوف هذا المكان كان عبارة عن كاونترات ومراجعين وموظفين، وأوقات الواحد حتى يشوف مثلا المكان مزدحم ويتضايق من هذا كله، ويتضايق أنه يقول يمكن ما بخلص. ولكن الآن اختلفت الأوضاع الحمد لله رب العالمين. الواحد يوم يزور هالمكان يشوف مثلا عدد كبير من الموظفين والموظفات الحمد لله رب العالمين ينجزون أعمالهم بكل يسر وسهولة من خلال كل الخدمات اللي تقدم. الخدمات الإلكترونية، هذه الخدمات الإلكترونية طبعا تقدم الحمد لله رب العالمين على مستوى كبير ومستوى عالي الحمد لله رب العالمين من الحرفية، لكن خلف هذا كله أيضا موظفين وموظفات جالسين الحمد لله رب العالمين وينجزون كل هذه الأعمال. فالواحد يومي ويشوف هذا التغيير ويلمس حتى في الديكور. الآن هناك بيئة العمل حتى الديكور طلع، وشوفوا ما شاء الله الأشياء الجميلة من خلال هذه الأشياء، من خلال الزراعة، من خلال طبعا حتى الطاولات، شكل الطاولات، الأعمدة اللي موجودة، الأسقف العالي، هذه كل الحمد لله رب العالمين أصبحت بيئة عمل جاذبة ومحفزة لكل الموظفين. أتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، ولكل المتعاملين أيضا مع هذه الدائرة التوفيق إن شاء الله.